حميمي يصبح نفاق. خلينا نكون واضحين. أما أنا نحب المسألة هذه في غاية من الأهمية نحب نطرق لها من ثلاثة زوايا. أولا سياسة النعامة اللي تنتهج فيها الحكومة وكأن المسألة لا تعنيها لا السيد رئيس حكومة ولا كما قلت سيدتي منذ قليل أنه السيد وزير الداخلية سنرد في الوقت المناسب. ماذا سترد في الوقت المناسب؟ لكن بالمقابل خلينا نذكر الوقائع. احنا خي ما نتفرجناش فيه الفيديو السيد بكلاشيكوف بكلاش وحاول تقريبا ساعة ساعة من زمان وقبلها سي لطفي. يخي نسينا نحن مركز تدريب في قصر هلال، نسينا الحادثة متاع قتل الأمني في مفترق المردين وحي الزهور. دونك فما خلية، فما شبكة موجودة. وين الإرادة؟ وين الإرادة السياسية في الكشف عن هذه؟ حاجة أخرى، شوفوا التحقيق التونسي، القضاء، المسألة مع القضية في القضاء. القضاء حاكم أمنيين بالتخاذل وأقرها. أرجع لحيثية القضية، فما تخاذل من أمنيين في عدم إسعاف أو تقصير، عدم التدخل، الخوف. لكن هنا نجم قدروا أنت كوزير داخلية أو كرئيس حكومة نقولوا إلي وقتها هل ظهر هذه مستجد علينا؟ ما نجمناش، ما نش مستعدين. والحمد لله اليوم يلزمنا نعملوا كونستا، تعافت المؤسسه الامنيه سي لطفي، ولينا نحكوا على عمليات استباقيه، جنبنا البلاد كثير من الكوارث، كثير من العمليات. لكن الحقيقه نكروا بها، غاضتني الجمله اللي جات، الاهانه المهينه هذه جات في الفتره اللي المؤسسه الامنيه نتاعنا قاعده تتعافى. هذاك علاش؟ لكن هو نرجع سيدي تو احنا رجعنا كمال حساسي على انه عمل حفله لماريا كاري نحاكموا فيه بست سنين وما نحلوش الملف ونحاكموا شكون مسؤول على تقصير امني. التوى الدوله التونسيه والاقتصاد التونسي والكرامه والسياده التونسيه قاعده تدفع في الفاتوره غاليا. لليوم نقصيو في حدث باردو ونقصيو في حدث سوسه، علاش في هذا ما يتفتحش تحقيق كي تحكي لي على استقلاليه القضاء وعدم ولايه القضاء وعدم تاسيس القضاء؟ مساله اخرى هامه زاد سيدي، بسرعه توقيتها غير بريء. تعرف اليوم وقت بتاع حجوزات للموسم السياحي 2017 كي تخرج معلومة بالشكل هذا نعم بريطانيا وقتش ضربت السياحة. احنا العملية بتاع باردو ما اثرتش فينا، بل تصريح بتاع الخارجية البريطانية اللي هي معناتها اكدت انها لا تدعو رعاياها لعدم التوجه الى تونس وانها منطقة غير امنة، هي اللي اثرت بعد. اليوم كذلك نحن اليوم فرحانين على الاقل السياحة بتستعيد نوعا ما التوازن بتاعها، يجي تصريح كبكي. وين خلية الازمة؟ وين الرد؟ وين كيفية التصرف وكيفية التسويق؟ لانه ما حصل يحصل في جميع دول العالم. اليوم الارهاب ضرب في برلين، ضرب في نيس، ضرب في كندا، ضرب في بلجيكا، معناتها ما عندناش حاجة نخرجوا منها. لكن نصلح الوقائع تاعنا والحقائق المرة واللي فيها إشكاليات كذلك.